رجعنا لكم مره تانية ولسه منورانا الكاتبه والدكتوره اسماء علاء الدين استشاري العلاج النفسي والعلاجات الاسريه، ولسه مكملين معاها كلامنا عن الكتب النفسيه، وفي كتاب عن الملفات السريه من داخل العياده النفسيه دقائق قبل الانتحار. قبل الانتحار بدقائق. ايه الموضوع ده؟ الكتاب ده اخر كتاب ليا، لسه صادر بقاله شهر تقريبا او حاجه. هو انا طول الوقت بيجي لي حالات ديبريشن او حالات الاكتئاب، والناس اللي عندهم فكره الانتحار حتى لو منفذوهاش او بس بتراودهم موجوده بيعترفوا لك بيها. فكره مش الانتحار كمان، بتبدا من فكره ايذاء النفس. تيجي تقول لك انا بكون متعصبه جدا وزهقانه جدا، فبقوم جاي حاطه ايدي في اي حاجه الاقي نفسي اتعورت. او عندهم مشاعر غاضبة جدا، غضب، فما عندهوش حته ان هو بحب نفسي جدا لدرجه ان انا مش هاذيها. خلي بالك الطفل اصلا الطبيعه ان طفل صغير لو جه يحط ايده على نار وسعته مش هيحط ايده تاني. أيوة. لكن اللي مش طبيعي ان انا ابقى عندي رغبه ان انا اذي نفسي. ايوه، وتوصل الرغبه دي وتتطور. دي رغبه مؤلمه جدا طبعا طبعا. وتخيلي انا مريت بايه عشان يبقى عندي الرغبه دي. يعني ما فيش طفل بيتولد، انا دايما بقول ما فيش طفل بيتولد مضطرب نفسيا. الاطفال دول بيتولدوا حاجه كده، صفحه بيضه جميله كده، احنا اللي بعد كده بنشكله عشان خاطر يبقى شخص سوي ولا يبقى شخص مضطرب نفسيا وبيعاني مشاكل. صح. كل الناس اللي انا قابلتهم في العياده عندهم فكره الانتحار كانوا بيتفقوا في حاجه واحده بس، هو انه لما فكر ينتحر خلاص الياس تملك منه وما عادش فيه امل. فكرة حزينة جداً. فكرة في منتهى الحزن جداً. إن أنا فجأة أقرر خلاص أنا مش عايزة أعيش حياتي، أنا لوحدي. أسمع دايماً الحاجات بتاعت أنا لوحدي، أنا إيه اللي هيحصل جديد في حياتي، أنا عايش لي، أنا اتولدت لي. خلي بالك الأفكار دي كلها ممكن تكون بتراودنا، بس أبداً ما نأذيش نفسنا. يعني مين فينا ما جالوش فكرة هو أنا مولود لي، طب أنا بعمل إيه في الحياة؟ ممكن دي تكون الداعم اللي بيخلينا نغير في حياتنا. اللي بيخلينا نطور، اللي بيخلينا نروح ناحية الأفضل. لكن أبداً أول ما بتيجي الفكرة دي بشكل سلبي، انا موجود لي في الحياه الله انهي حياتي، بتتحول لاذى بقى. هنا بقى بتتحول لفكره مؤذيه.